مستقبل مذهل بطائرات ضخمة للسفر لمسافات قصيرة. تم الكشف عن صور مفاهيم جديدة للسفر الفاخر في أكبر طائرة في العالم إيرلندر 10، وتظهر هذه الصور مقاعد فخمة لما يصل إلى 100 راكب وجدار من النوافذ. إن طائرة إيرلندر 10 الفسيحة تساوي ضعف طول متوسط طائرة تجارية، وتوفر تجربة طيران مريحة أكثر بكثير مما اعتاد عليه معظم ركاب الخطوط الجوية. تظهر الصور المذهلة مقاعد مريحة المظهر على طراز الكرسي بذراعين، ومكملة بوسائد ممتلئة ومتباعدة لمنح كل راكب وصولاً مباشراً إلى الممرات. والنقطة المحورية للطائرة الضخمة هي جدار النوافذ الزجاجية الممتد من الأرض إلى السقف، مما يمنح الركاب مناظر خلابة من مقاعدهم المريحة. تعرض هذه الطائرة في وضع العبارة السريعة، حيث تستخدم طرق المسافات القصيرة التقليدية، كما أن الطائرة العملاقة التي يبلغ طولها 91 متراً وبحجم 3.64 مليون قدم مكعب ستعمل بحلول عام 2025. وقالت جورج لاند مدير تطوير الأعمال التجارية في الشركة التي تتخذ من بيدفوردشاير مقراً لها، لعدة عقود كان الطيران من A إلى B، يعني الجلوس في أنبوب معدني به نوافذ صغيرة، لقد كانت ضرورة ولكنها لم تكن دائما متعة. أما في طائرة إيرلندر 10 التجربة بأكملها ممتعة، وفي التكوينات الكهربائية المستقبلية تعد إيرلندر 10 مناسبة لمستقبلنا الخالي من الكربون. من المأمول أن يتم بناء حوالي 12 طائرة من طراز إيرلندر 10 سنويا، وستكون متاحة مع ما يصل إلى 100 مقعد في تكوين هجين كهربائي في عام 2025، وتعمل بانبعاثات أقل بنسبة 90% من الطائرات التقليدية في أدوار مماثلة. وبحلول عام 2030 سيتم تقديم الطائرة في تكوين كهربائي بالكامل.